بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص لله تعالى في توحيده وتعرض لمزيد إحسانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم أيها الإخوة المؤمنون بتحية الإيمان والإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعدها من فرصة أن نلتقي بكم أول لقاء من نوعه في هذا الصرح العلمي، جامعة السلطان قابوس التي أنشئت لربط عجلة التطور للأصالة التاريخية ولوصل الحاضر المورق بالماضي المعرق. ولا ريب أنني أشعر بمنة وباغتباط أن أريد مني أن أساهم في هذه الجامعة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون معلماً من معالم الحضارة الإسلامية وصرحاً شامخاً من صروح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في إلقاء شيء من الدروس. وكان الإخوة الذين عرضوا علي هذا الطلب مختلفين، منهم من يرى أن تكون هذه الدروس في علوم القرآن وتفسيره، ومنهم من يرى أن تكون هذه الدروس في العقيدة. وإنني أقدر طلب كل واحد من الجانبين أو أرضى كل واحد من الجانبين، فإن القرآن الكريم هو مصدر الخير والمنبع الذي لا ينضب والنور الذي لا يأفل. ولكن بما أنني قمت بجهدي المتواضع بإلقاء بعض الدروس في تفسير كتاب الله تعالى في مسجد السلطان قابوس بروي، رأيت أن تكون هذه الدروس في الجانب الآخر وهو جانب العقيدة، وهذا الجانب حري أن لا يعد جانبا آخر، لأنه يرتبط بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم مصدر للعقيدة كما أنه منبع لجميع تعاليم الله سبحانه وتعالى التي بعث بها محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى هذه الأمة. وجانب العقيدة جانب مهم جدا في حياة الإنسان، لأن وضع الإنسان يختلف عن وضع أي كائن آخر في هذه الأرض، فهو الكائن الذي اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفة في الأرض. وقد آذن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الإنسان الملأ الأعلى بهذا الحدث العظيم، كما يقص علينا سبحانه وتعالى ذلك في قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذه الخلافة تتجلى في طبيعة هذا الإنسان، فإن طبيعته تختلف عن طبيعة سائر الكائنات المنبثة في هذه الأرض، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها. فقد آتى الله سبحانه وتعالى الإنسان من المواهب الفطرية التي تترتب عليها المواهب الكسبية ما لم يؤته أي كائن آخر، مما هو أكبر منه حجما وأقوى منه جسما وأعظم منه جرأة وأطول منه عمرا. فالإنسان جعل الله سبحانه وتعالى فيه القابلية للتطور، ولذلك يتحول من حال إلى أخرى، كما نشاهد بأنفسنا كيف تطور الإنسان في هذا العصر الحديث ووصل إلى حالة لم يكن يحلم بها من قبل في عصوره الغابرة. الإنسان في العصور الغابرة السحيقة كان يتنقل من مكان إلى آخر مشيا على الأقدام أو ركوبا على الألواح التي تتلاعب بها الأمواج في البحار، أو ركوبا على ظهور الحيوانات، ولكن تطور في ذلك من طور إلى آخر حتى صار يطوي المسافات البعيدة فيقطعها في الساعات القليلة أو الدقائق المعلولة. والإنسان أيضا تطور في استخدام الطاقات المنبثة في هذا الكون، فهذا الإنسان استطاع أن يولد الكهرباء التي هي موجودة في هذا الكون، ولكن لم يهتدي أي كائن آخر إلى توليدها. واستطاع هذا الإنسان أن يستخرج الخزائن الأرضية ويطور مصالحه في الموجودات الأرضية التي هي على ظهر الأرض، فأصبح يستخدم هذه الموجودات لمصالح متنوعة لم يهتدي إليها من قبل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى آتاه التمكين في الأرض، وهذا التمكين هو الذي عبر عنه بالخلافة. وبما أن المستخلف لا يحق له أن يتصرف فيما استخلف فيه إلا على النحو الذي يرضي مستخلفه، فإن الإنسان لا يحق له أن يتصرف في هذه الكائنات الموجودة في الأرض، بل ليس له أن يتصرف في حياة نفسه إلا بحسب ما يأذن به الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان محتاجا إلى نظام يتلقاه من عند الله، وهذا النظام لا يمكن بأي حال أن يتقبله الإنسان إلا إذا كان ذا عقيدة تصله بربه عز وجل وتعرفه من أين مبدأه وإلى أين منتهاه ولماذا وجد وبما يسعد وبما يشقى.
وهذه الأشياء في الحقيقة هي ألغاز معمى لا يمكن أن يهتدي إليها الإنسان إلا إذا تنورت بصيرته بنور العقيدة التي تأتيه من قبل الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أمر آخر يدعو الإنسان إلى وجود نظام يربط بين أفراد بني جنسه. هذا النظام هذا الأمر هو أن مصالح الناس متداخلة وحياتهم متشابكة، فالناس جعلهم الله سبحانه وتعالى أهل أوضاع تختلف عن أوضاع سائر المخلوقات، لأن الإنسان معدود ليكون كائنا اجتماعيا، فهو اجتماعي بطبعه. لذلك كان بحاجة إلى النظام، ولا يمكن لهذا النظام أن يكون وليد عقل الإنسان الذي يتأثر بالمؤثرات المختلفة، يتأثر بمؤثرات نفسية وبمؤثرات اجتماعية. ومن هنا كان من الضروري أن يكون هذا النظام مصدره فوق الطاقة العقلية، أن يكون مصدره وحيا يوحى من قبل الله تبارك وتعالى إلى الإنسان بواسطة من اختارهم الله تبارك وتعالى لتحمل هذه الأمانة وأداء هذه الرسالة، وهم المصطفون الأخيار. ولولا هذا النظام لاعتدى الإنسان على الإنسان، لأن كل واحد يريد أن ينمي مصلحته ولو على حساب غيره. وكذلك المجتمعات تتنافس في تنمية مصالحها، فتجد المجتمعات المختلفة الضيقة والواسعة تتنافس في ذلك، فالقبائل تتنافس لأجل تنمية مصالحها، وأصحاب الحكومات أيضا يتنافسون لأجل تنمية مصالحهم. وهذا التنافس يؤدي إلى التنازع والتقاطع والتقاتل والتفاني والعياذ بالله، إن لم تكن هنالك قوة تهيمن على الإنسان. هذه القوة إذا لم تكن قوة روحية لا يمكن أن يكون لها أي أثر، لأن القوة المادية ينتهي أثرها بانحسارها. إذا انحسرت القوة المادية لم يبق لها أي أثر، أما القوة الروحية فإنها لا تنحسر بأي حال من الأحوال. إذا تمكنت في النفس الإنسانية سيطرت على جوانبها ولم يمكن أن تنحسر في أي وقت من الأوقات. ومن هنا كان هذا النظام أيضا بحاجة إلى عقيدة تجعل الإنسان يتقبله ويرضى به. ونحن إذا نظرنا إلى تأثير العقيدة في التاريخ الإنساني نجد أمرا عجبا، فالعقيدة تبدل مجرى حياة الناس أفرادا ومجتمعات من حالة إلى أخرى، ولذلك أمثلة متعددة، منها ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من نبأ سحرة فرعون، فإنهم عندما جاءوا وهم فارغون من العقيدة لم يكن لهم هم أبدا إلا المصالح الدنيوية، ولا يعرفون
حياة إلا هذه الحياة المحدودة المحصورة ما بين المبدأ والمصير. فقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا لفرعون: أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ما كانوا يطمحون إلى شيء إلا إلى الأجر، وبجانب الأجر أيضا الشهرة والظهور. وقد أدرك فرعون رغبتهم التي صرحوا بها ورغبتهم أخرى التي لم يصرحوا بها، وهي الشهرة والظهور، فقال لهم: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ولكن عندما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم تحول تفكيرهم عن ذلك، فكان منهم ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في آيات متعددة، منها قوله عز وجل: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهم لم يلتفتوا في ذلك الوقت عندما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم إلى أي شيء إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى والنعيم الأخروي الذي يتوقون إليه. فلذلك قالوا لفرعون: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لأنهم رأوا آيات بينات دعتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله موسى عليه السلام، والإيمان الجازم بأن ما جاء به موسى هو حق من عند الله، فلم يجدوا مناصا إلا أن يتخلصوا من جميع أوضار العقيدة الفاسدة التي كانوا متلبسين بها والأفكار المنحرفة التي كانوا يحملونها، فآثروا رضا الله سبحانه وتعالى على راحتهم في الدنيا بل على حياتهم فيها. وقالوا لفرعون ما قالوه عندما هددهم بأن يقتلهم وأن يصلبهم في جذوع النخل. ما هذا التحول السريع؟ هذا التحول لم يعرف له مثيل في غير ظل العقيدة الصحيحة. ومن أمثلة ذلك ما كان بين العرب من العداوات، فإن العرب في جاهليتهم كانوا يتقاتلون على أتفه الأسباب، ولم يكونوا يحسبون حسابا للدار الآخرة لأنهم لم يكونوا يؤمنون بها. وإذا كانت لهم قيم فإن قيمهم مادية لم تكن لهم قيم روحية، وكان التقاتل بين الجيران الذي يجب على كل جانب منهم أن يراعي حقوق الجانب الآخر. ومن أمثلة ذلك ما حصل من التقاتل بين قبيلتي الأوس والخزرج، وهما قبيلتان عربيتان يمانيتان تنحدر من ضئضئ واحد. ظل القتال ما بين هاتين القبيلتين نحو 120 عاما، وصارت التراث متوارثة يورثها الآباء الأبناء والأجداد الأحفاد، وكانت سيوفهم تقطر دما باستمرار. ولكن ما كاد الإيمان يغشى قلوبهم حتى حول هذه العداوات إلى مودة ووئام في وقت لم تكن سيوفهم فيه مطهرة من رجس الدماء التي سفكت من قبل. ومن أمثلة ذلك أيضا التحول العجيب
الذي صار في تاريخ العرب. فإن العرب ما كانوا يفكرون تفكيرا يخرج بهم عن المحيط الضيق الذي كانوا يعيشون فيه، فقد كانت حروبهم حروبا محلية، حروبا قبلية، وكانوا يتنافسون على حياة الصحراء، وينهب بعضهم أموال بعض ويتفاخرون بذلك، كما يتفاخرون في الإنفاق ويتفاخرون بالإنفاق في احتساء الخمور وأنواع المنكرات. ولم يمكن للعرب وهم في جاهليتهم أن يتوحدوا، حتى جاءهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالحق من عند الله رب العالمين، فما كانوا يلمحون هذا الحق بأبصارهم حتى هشت قلوبهم له، لأنهم كانوا على صفاء الفطرة مع ما بدر منهم أول الأمر من العداوة، وإذا بهم يتآلفون ويتكاتفون ويجتمعون في ظل العقيدة. وقد كان الأمر عجيبا حقا، فإن كثيرا من قادة الفتوحات الإسلامية كانوا موتورين في أعز الأعزة إليهم، من بين هؤلاء خالد بن الوليد وأكرمة بن أبي جهل وغيرهما، كانوا موتورين في آبائهم، قتل آباؤهم في الحروب التي كانت بين الإسلام والجاهلية بادئ الأمر، ولكنهم ما كادوا يعتنقون العقيدة الجديدة وينضمون إلى لواء الإسلام الحنيف، حتى تطهرت نفوسهم من آثار الثارات التي كانوا يرونها لهم، وإذا بهم يقاتلون بحماس وإخلاص لأجل العقيدة التي حاربوها. ويتمنى كل واحد منهم أن يلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا في سبيل هذه العقيدة. إنما حصل ذلك بهذا الإيمان الذي ملأ جوانب قلوبهم ونور بصائرهم وطهر سرائرهم، فكانوا حقا أساتذة الأمم وقادة للشعوب وأئمة يدعون إلى الحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن آثار العقيدة في نفوسهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان وهو في جاهليته من الذين ابتلوا بوأد البنات، ولكنه ما كاد يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح يعرض بنته على أصحابه على إخوانه في الله سبحانه وتعالى ليتزوجها من شاء منهم، بعد أن كان يرى وجود البنت في حجره عارا على نفسه. ذلك من آثار العقيدة الصحيحة. وقد انتشرت هذه العقيدة كما قلت العرب من الضياع، ووحدتهم، وإذا بهم يفتحون العالم، فتحوا العالم بهذه العقيدة لا بقوة مادية. واجهوا القوتين الكبريين في ذلك الوقت، قوة الروم وقوة فارس، وكانت هاتان القوتان بمثابة أمريكا وروسيا في وقتنا هذا. من الذي يصدق اليوم
أن العرب بإمكانهم أن يواجهوا إحدى القوتين الكبريين فضلا عن مواجهتهما معا في وقت واحد من غير أن يسندوا ظهورهم إلى قوة أخرى. ولكن الإيمان الحنيف خلق المعجزات، وإذا بهذه العرب بهؤلاء العرب الذين كانوا شراذب متفرقين وكانوا أوزاعا مشتتين يجتمعون في ظل هذه العقيدة ويدافعون عنها بإخلاص ويواجهون القوتين الكبريين في وقت واحد ويسحقون هاتين القوتين وينشرون دين الله تعالى في الأرض ويذيقون الإنسانية المنكوبة طعم الراحة والعدل والإيمان والأمان. إنما كان ذلك بتأثير العقيدة لا غير. وهكذا نجد العقيدة تجعل المؤمنين يستعلون على النظر إلى المصالح الخاصة فيؤثرون مصالح غيرهم على مصالحهم، وهذا واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما أخبرنا به عن المهاجرين والأنصار. يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهذا الإخراج قد تسببوا له بأنفسهم لأنهم آمنوا بالدعوة التي كانت الجاهلية تقاومها وانضووا تحت لوائها وكانوا لها وسائل إعلام لبثها، فلذلك أوذوا فأخرجوا من ديارهم واختاروا هذا الإخراج وهم مطمئنة نفوسهم منشرحة صدورهم لاجئين إلى بلد لم يكونوا من قبل من مستوطنيه ولم يكونوا من قبل يفكرون أنهم سيهاجرون إليه، لم يؤدوا عدة للهجرة إليه. والأنصار أيضا بدورهم تلقوا هؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، تلقوا المهاجرين برحابة صدورهم فكانوا يحبون من هاجر إليهم، مع أن من عادة الناس أن يكرهوا المهاجرين إليهم من حيث إنهم يشاطرونهم في أموالهم وفي مصالحهم وفي مساكنهم وفي مرافق حياتهم. ولكن الأنصار الذين استنارت بصائرهم بنور الإيمان بالله سبحانه وتعالى كأنما صفيت نفوسهم من هذه الجبلة الخسيسة التي طبيع عليها الناس، فكانوا بخلاف ذلك بل كانوا يحبون من هاجر إليهم، مع أن البلد المهاجر إليه بلد محدود المساحة ومحدود الموارد، ولم يضيقوا ذرعا بالمهاجرين بل رحبوا بهم، ولم يكتفوا بأن يشركوهم في أموالهم حتى أشركوهم في أهلهم. فكان الأنصاري يشطر ماله شطرين فيقول لأخيه المهاجر اختر أي الشطرين شئت، ثم إذا كانت له زوجتان يقول لأخيه المهاجر انظر في زوجتي واختر من تشاء منهما لأطلقها لك حتى تتزوجها. هكذا كانت صفة الأنصار
بتأثير الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي لامس شغاف قلوبهم فغير مجرى حياتهم. بهذا نعلم أن العقيدة هي أهم شيء في حياة الإنسان، والدين منبن على العقيدة، ولذلك سميت العقيدة أصول الدين، لأنها الأساس الذي يقوم عليه صرح الدين. وإذا لم تكن عقيدة كان العمل مزلزلا غير ثابت على حالة واحدة. ولأجل ذلك عطف الله سبحانه وتعالى العمل الصالح على الإيمان كما نجده في كثير من آيات الكتاب العزيز، صدر بالإيمان أولا ثم ثنى بالعمل الصالح ثانيا، لأن العمل الصالح لا ينتج إلا عن الإيمان الصحيح. وقد كانت مهمة جميع النبيين الدعوة إلى العقيدة الصحيحة بجانب ما يدعون إليه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأعمال، ومن تطهير المجتمعات من أوضار الفساد. وقد تكون دعوة نبي تعنى بقضية معينة، كدعوة نبي الله لوط عليه السلام التي كانت تعنى بقضية خلقية، ودعوة نبي الله شعيب التي كانت تعنى بقضية اجتماعية أو بالأحرى اقتصادية. ولكن مع ذلك فإن العقيدة ما من نبي إلا وجاء داعيا إليها قبل كل شيء. فالله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول تعالى: وكذلك أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى الله تعالى عن عبده نوح وعبده هود وعبده صالح وعبده شعيب أنهم قالوا جميعا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعقيدة جاء النبيون كلهم دعاة إليها، وما كان هنالك تناسخ في العقيدة، فإن كل نبي ما جاء إلا ليدعو إلى العقيدة التي كان يدعو إليها النبي الذي قبله. فالأنبياء جميعا كانوا يدعون إلى توحيد الله تعالى وعدم إشراك غيره معه. وما يقال أو ما يعبر عنه الآن بالديانات السماوية هو تعبير خطأ، إنما الأنبياء جاءوا بدين واحد لأنهم جاءوا بعقيدة واحدة، وإنما جاءت شرائعهم مختلفة باختلاف الأوضاع وباختلاف الملابسات، وإلا فالعقيدة كانت عقيدة واحدة. ما جاء نبي يدعو إلى عقيدة التثليث، وما جاء نبي يدعو إلى اعتقاد أن لله سبحانه وتعالى ولدا، وما جاء نبي يدعو إلى اعتقاد أي صفة من الصفات التي تنافي قدسية الله سبحانه وتعالى وجلاله. وقد بين الله سبحانه وتعالى دين الحق الذي يتقبله من عباده حيث قال: إن الدين عند الله الإسلام. فالعقيدة إذن عقيدة الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم بعث به النبيون من قبل، حيث قال عز من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله سبحانه وتعالى:
في أهل الكتاب الذين كانوا متمسكين بالكتاب حقا وآمنوا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبما جاء به من الحق من عند الله سبحانه وتعالى عندما جاء إليهم، قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وحكى الله سبحانه وتعالى أيضا عن حواري عيسى عليه السلام أنهم قالوا نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. وحكى الله سبحانه وتعالى أيضا توبة فرعون الاضطرارية فقال عز من قائل فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه الذي لا إله إلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هذه الآيات تدلنا على أن الأنبياء جاءوا بعقيدة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في ذلك حيث قال نحن معاشر الأنبياء بنو علات. بنو العلات هم أبناء الأب الواحد والأمهات المتعددة، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن دينهم واحد وهو دين الإسلام وأن شرائعهم متعددة، لأن الشرائع تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأوضاع، وكانت الأوضاع مختلفة في حال بعثة النبيين حتى بلغت الإنسانية إلى ما بلغت إليه، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا ونبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الملة الإسلامية الحنيفية على أبهى صورها وأوسع مداخلها ومخارجها وأسمح شرائعها، وهي هذه الشريعة الجامعة التي تسع الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه العقيدة كما قلت هي أساس للدين، فالدين ينبني عليها، ولا قيمة لأي عمل كان إذا لم تكن هناك عقيدة راسخة، عقيدة إيمانية راسخة تسيطر على جوانب نفس الإنسان. والعقيدة القرآنية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث بها النبيون من قبل، وإنما بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوى حجة وأعظم بينة وأبلغ عبارة وأوسع بيان. هذه العقيدة القرآنية تربط الإنسان بالكون، لأن الكون مسرح لاعتبار الإنسان، كما أنها أيضا تراعي جانب العقل في الإنسان. الإنسان وهبه الله سبحانه وتعالى العقل، وهو نور يبصره في هذه الحياة، ولكن هذا النور تنطفئ شعلته عندما تهب عواصف متنوعة من طبيعة الإنسان، منها عواصف شهوانية ومنها عواصف غضبية، فلذلك تنطفئ شعلة هذا الإنسان، شعلة هذا العقل، ويكون مثله بين هذه العواصف مثل الذبالة بين الرياح الهوجاء. فلذلك يحتاج هذا العقل إلى ما يبقي عليه نوره، واحتاج أيضا إلى ما يقشع الضباب
الذي يلتف من حوله لينير السبيل للإنسان. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. ونجد في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة مختومة بقوله عز وجل: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يشعرون. فالعقل هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الهداية السماوية، وهو الذي يبصر الإنسان في هذه الحياة، وهو الذي يجعل الإنسان يتفكر في أرجاء ملكوت الله سبحانه وتعالى فيعود إلى الله عز وجل إن هرب منه. ولكن هذا العقل يحتاج إلى قائد، والوحي، وحي الله عز وجل هو القائد لهذا العقل. ولأجل ذلك نجد الآيات القرآنية تقود هذا العقل وتفتح له المنافذ لينظر آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق، ولينظر آيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس. الله سبحانه وتعالى بين لنا العقيدة الحقة في قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك أخذ بزمام هذا العقل فطاف به في هذه الآفاق، وأوقفه على الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وجلاله وعلى جميع صفاته العظيمة. يقول سبحانه وتعالى بعد هذه الآية الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هكذا يفتح الله سبحانه وتعالى للإنسان هذه الآفاق الواسعة ويوقفه على آياته سبحانه وتعالى في الإنسان نفسه وفي هذا الكون. والذي يتجاهل هذه الآيات يعد من الكفار، فالله تبارك وتعالى يقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
هذه الآيات تنبه هذا الإنسان النائم الغافل، وتريه آيات الله تعالى في نفسه ثم في الآفاق من حوله، فيما تدعو إليه حاجته، فيما تقتضيه ضرورته. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة، خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة. هذه النطفة هي من الدقة والحقارة، بحيث تبصر بالمجهر، بحيث تنظر بالمجهر ولا تكاد تبصر. طورها الله سبحانه وتعالى طورا بعد طور، حتى خرج منها هذا الإنسان العاقل المفكر السميع البصير المدبر. وكان بادئ ذي بدء عندما ظهر للدنيا عاجزا من كل النواحي، فأخذ ينمو شيئا فشيئا، وتنمو معه قواه البدنية وقواه الروحية، حتى تحول إلى هذه الحالة التي صار إليها، واكتسب معارف متنوعة. فهو جدير بأن ينظر في أصله ويعرف مصدره، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأن الله تعالى يميته ثم يحييه حياة أخرى. وبجانب ذلك عليه أيضا أن يفكر فيما هو من الأمور التي تعتبر من الضروريات بالنسبة إليه، أو من أهم الضروريات، في طعامه. الطعام يمر بكم من الأطوار، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ثم لينظر هذا الإنسان في هذا الطعام كم يتدرج حتى يصل إليه. رب طعام ينبت في أوروبا، أو ينبت في أمريكا، أو ينبت في أقصى آسيا، أو ينبت في أقصى إفريقيا، ثم يصل إلينا. كيف يتدرج هذا الطعام؟ سخر الله تعالى الوسائل المتعددة والأسباب المختلفة لهذا الطعام، حتى تنقله من مكان إلى مكان، حتى يصل إلى هذا الإنسان. ثم بعد وصوله أيضا سخرت له أسباب متنوعة، حتى يكون هذا الطعام صالحا للأكل. فالطهي نفسه وسيلة من هذه الوسائل، ثم تيسير أدوات الطهي، وهذه الوسائل أيضا، وهذه الوسائل أو هذه الأدوات تمر بأطوار حتى تصل إلى محلها ويطهى بها الطعام. ثم بعد ذلك يتناوله هذا الإنسان، وبعد ذلك هذا الطعام نفسه يسد جوانب الحاجة في جسد هذا الإنسان، ويخلق الله سبحانه وتعالى منه أناسية كثيرة. هذه الأمور داعية إلى الاعتبار. وهكذا يربط القرآن الكريم الإنسان بآيات الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان نفسه، وفي خلق هذا الكون من حوله. وكم أيقظ القرآن من غافل، كم أيقظ القرآن من نائم، وكم نبه من غافل بهذه الآيات التي يقرع بها مسامع الناس، حتى يقفوا على الحقيقة ويعتقدوا العقيدة الصحيحة. والمسلمون أخذوا العقيدة الصحيحة من منابعها، من القرآن الذي صقل موهبة العقل في الإنسان، ولكن سرت إلى المسلمين موجات من العقائد المختلفة ومن الفلسفات المتنوعة، خصوصا عندما ترجبت الفلسفة اليونانية في عهد العباسيين. فقد جاءت هذه الفلسفة حاملة معها المبادئ التي كان عليها أهلها،
وجاءت هذه الفلسفة لتعقد هذه العقيدة بعد أن كانت عقيدة سمحة، عقيدة ميسرة، عقيدة مفهومة للألباب. والناس وقفوا مواقف ثلاثة إزاء هذه الفلسفة. منهم من تقبلها وأخذها بحذافيرها حتى أصبح المنطق الأرسطو يسيطر على عقول جانب كبير من المسلمين، وأصبح المسلمون أنفسهم لا يدرسون عقيدتهم إلا بوسيلة هذه الفلسفة، الفلسفة الإغريقية. وجانب آخر تحفظ ولم يقبل هذه الفلسفة، وجانب آخر توسط فاستطاع أن يدرس هذه الفلسفة بتحفظ وأن يرد على منطق الباطل بمثله، أن يواجه الباطل بمثل منطقه. ونجد طائفة من علماء الكلام يحتجون لصحة المنهج الكلامي، وهو الجدل الذي عرف به علماء الكلام بما جاء من آيات الله سبحانه وتعالى لإيقاظ العقل الإنساني وللتطواف به في آيات الله سبحانه المعروضة في معرض هذا الكون العظيم. يحتج طائفة من العلماء بهذه الآيات على جواز وصحة منهج علماء الكلام، ومن هؤلاء الذين احتجوا لذلك الفخر الرازي، وقد أسهب في تفسيره عندما تحدث في هذا الموضوع، واعتبر الذين لا يقبلون هذه الطريقة ساذجين وأن عقولهم عقول مغلقة. وبمقابل هؤلاء نجد طائفة أخرى تتحفظ جدا وتلتزم ظاهر النص في كل شيء، وتعتبر أن النص يفهم بدون استخدام العقل، والحق أن العقيدة الإسلامية تقوم على النص الصحيح المعتمد على النص الصحيح المفهوم بالعقل السليم، لأن النص لا بد من استخدام العقل في فهمه. فكما أنني أعارض طريقة الذين يعتمدون الجدل أو المنهج الجدلي في علم الكلام، وأعارض كذلك الذين يصكون آذانهم لئلا تسمع صوت العقل ويأخذون بظواهر النصوص. لو أخذنا بظواهر النصوص وقعنا في مشكلة كبرى، وقعنا في تناقض. القرآن الكريم يقول لنا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أول آية الكريمة: وما رميت، فيها نفي الرمي. ثم تعود الآية لتثبت الرمي. أول آية الكريمة: نفي الرمي عن المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رميت. وسط الآية: إثبات الرمي، إذ رميت. آخر الآية الكريمة: إسناد الرمي إلى الله ولكن الله رمى. فعندما نغمض أعيننا عن دلائل العقل ونسك آذاننا لئلا تسمع منطق العقل، نصبح في حيرة من أمرنا. ما هذا الأمر العجيب؟
الله سبحانه وتعالى ينفي الرمي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسنده إليه يثبته له ثم بعد ذلك يسنده إلى نفسه. ولكن إذا رجعنا إلى استخدام العقل أدركنا المعنى المراد. وما رميت أي ما سددت الرمي، إذ رميت عندما أطلقت الرمي، عندما صدر الرمي عنك، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي سدد الرمي. فهكذا يصل الإنسان إلى الحقيقة إذا استخدم العقل السليم في معرفة النص أو النقل الصحيح. فمن هنا صرنا بحاجة إلى معرفة تجمع ما بين النقل الصحيح والعقل الصريح. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أوفق في هذه الدروس للسير في هذا المسلك، لأن أنهج هذا المنهج وهو الاعتماد على العقل السليم في معرفة النص الصحيح. ولا ريب أن هناك كتبا قررت عليكم، ولعل أكثرها قررت على طلبة العلوم الإسلامية في كلية التربية والعلوم الإسلامية. هذه الكتب منها ما هو مقرر في المنهج، ومنها ما هو مقرر لأن يكون مرجعا لا لأن يكون من صلب المنهج. هذه الكتب تتعلق بالعقيدة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أوفق بأن أستمد في دروسي من هذه الكتب، وأن أستمد أيضا ما أراه مما تدعو إليه الحاجة من غيرها. وإنما أستمد أكثر ما أستمد من هذه الكتب حتى تكون لكم مراجع عندما ترجعون إلى المنهج المقرر، أو عندما ترجعون إلى كتب المطالعة المقررة تجدون لكم مراجع في فهم ما أقوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، إنه عز وجل ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نفتح مجال للأسئلة في موضوع الدرس نفسه. نفتح مجال للأسئلة في موضوع الدرس بحيث تكون الأسئلة لا تتعدى موضوع الدرس. الأخ السائل يقول أو يسأل عن خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يسأل هل هذه الخيرية موجودة في هذه الأمة الآن أو انتهت بانتهاء ذلك العهد الذي كان فيه أولئك القوم الخيرون الطيبون الصالحون الذين تنزلت هذه الآية بين ظهرانهم؟ والجواب عن هذا السؤال بأن خطاب الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لا يتقيد بخيول الزمن، فهو خطاب يواجه كل جيل، يواجه كل عصر. خطاب الله سبحانه وتعالى ليس محصورا في ذلك الجيل الذي بعث فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هو خطاب يعم هذه الأمة من بدايتها إلى نهايتها، يعم هذه الأمة
منذ أن بعث الله عبده ورسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن تنتهي هذه الأمة بانتهاء عجلة الزمن. وهذه الأمة بحمد الله أمة خيرة، مهما وجد فيها من انحراف عن المسلك الذي كان عليه السلف، هذا الانحراف لا يوجد في جميع الأمة، وهذه ميزة لهذه الأمة. في عهد الأمم السابقة، أمم النبيين السابقين، كانت الأمة تنحرف بأكملها إلا أفرادا قليلين، ومن قوم موسى أمة يدعون بالحق وبه يعدلون، هم قلة. هذه القلة كانت مغمورة بالكثرة الكاثرة، مغمورة بالكثرة الكاثرة من الذين انحرفوا وخرجوا عن المنهج السوي، وما كانوا يدعون إلى الحق وما كانوا يهتدون بالحق. بينما هذه الأمة بخلاف ذلك، هذه الأمة والحمد لله فيها الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فبحمد الله هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. نحمد الله سبحانه وتعالى بأن أبقى لنا كتاب ربنا عز وجل كما هو، لم يصبه شيء من التحريف والتبديل الذي أصاب الكتب السابقة. الكتب السابقة حرفت وبدلت لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسالات أولئك الأمم، أولئك الرسل الذين بعثوا في تلك الأمم ونزلت عليهم تلك الكتب رسالات موقوتة، فلذلك كانت تنطفئ شعلها بانتهاء زمن تلك الرسالات. وهذه الأمة والحمد لله أبقى الله سبحانه وتعالى لها الكتاب العزيز، وأبقى لها سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبإمكانهم أن يعرفوا ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح وما لا يثبت عنه. والقرآن الكريم والحمد لله فيه بينة كل شيء، وإنما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل مجملة وتوضح مبهمة. وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب، حيث قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يزل هذا الكتاب والحمد لله محفوظا، وسيظل محفوظا إلى أن ينتهي أمد هذه الحياة. وهذه الأمة كلها هي أمة وسط ما بين الأمم. خطاب الله تعالى ليس محصورا في أمة في الجيل الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب. الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الخطاب ليس محصورا في أولئك القوم، فإن لو قلنا بحصر خطاب الله سبحانه وتعالى في الجيل الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لضاعت جميع أحكام الله عز وجل. الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة. هذا خطاب يتوجه إلى كل فرد من هذه الأمة، ليس مخصوصا بجيل من الأجيال، إنما هو فرد متجه إلى، إنما هو خطاب متجه إلى كل فرد من هذه الأمة. ويقول الله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. أيضا نفس الشيء، هذا الخطاب متوجه إلى كل فرد من أفراد هذه الأمة، ليس محصورا في صدر هذه الأمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما آتيناكم. هذا الخطاب أيضا متوجه إلى هذه الأمة في جميع أجيالها وعلى اختلاف أصولها، إلى كل فرد. ويقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لو قلنا إن الخطاب محصور في الجيل الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على الأجيال المقبلة حرج فيما إذا زنت. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
هذا أيضا خطاب متوجه إلى كل أجيال هذه الأمة منذ بعث الله عبده ورسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن ينتهي أمد الحياة. هذا الخطاب موجه لجميع هذه الأمة، ولولا ذلك لساغ للناس أن يأكلوا الربا. ويقول الخطاب كان موجها إلى أمة أخرى غير إلى جيل آخر غير هذه الأجيال. ولكن أن ذلك، هذا الدين نحن كلفنا به، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلينا جميعا أن ندرك أننا أمة وسط بين الأمم، وأن هذه الوسطية إنما تتحقق إذا الله عز وجل واتبعنا هذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير موجود في هذه الأمة، نعم لا ننكر أن هذه الأمة تدنت عن المستوى الذي كانت عليه، ذلك المستوى بلغ من الإيمان مبلغا عظيما كما ذكرت، بلغ من الإيمان مبلغا عظيما، لأنه كان يتربى في مهد النبوة، يتربى بين يدي خير خلق الله تعالى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذلك انغرست فيه المبادئ القيمة، فكانت الأخلاق التي يتحلى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسيدا للقرآن الكريم ومبادئه، فإن أخلاقهم كانت مستمدة من خلقه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وأخذت هذه الأمة تتدنى عن ذلك المستوى، لا ريب ذلك شيء لا ننكره، ولكن بجانب ذلك الخير موجود في هذه الأمة، وبجانب ذلك على هذه الأمة أن تسعى كأمة وكجماعات وكأسر وكأفراد، أن تسعى هذه الأمة لاستعادة هذا المجد حتى تكون ممسكة بزمام قافلة البشرية إلى الخير، وذلك إنما يتم لها إذا كانت تجسد مبادئ الإسلام، وإذا كانت داعية إلى هذه المبادئ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا بد من هذه الأشياء لإيمان العميق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون أحد آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى يكون هو نفسه مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه. أما إذا لم يكن مؤتمرا بما يأمر به ولم يكن منتهيا عما ينهى عنه فإن أمره لا يغني شيئا، وكذلك نهيه لا يغني شيئا. ما أحسن قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. أنت إذا أمرت بشيء وأتيت به ألفيت الذي تأمره به آتيا به، أما إذا كنت تأمر بشيء وأنت لا تأتيه فإن ذلك يسبب الشك في صدقك، وأيضا يسبب الشك في صدق ما تدعو إليه من الحق. فأرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علم الفلسفة، كلمة فلسفة هي كلمة أصلها دخيلة على الإسلام، وإنما هي كلمة، وأرجو المعذرة من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يدرسون الفلسفة لأني لست في مستواهم العلمي خصوصا من هذه الناحية. يعني حسب فهمت الفلسفة هي تدل على شيء من التفكير الذي يبرز الشيء على حقيقته، هذا الذي فهمته من الفلسفة. فنفس هذا التفكير موجود، الكلمة هي طبعا ما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد القرون الأولى،
ما كانت كلمة فلسفة موجودة، ما نجدها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا نجدها في كتاب الله ولا نجدها في أقوال أولئك السلف. ولكن الفلسفة بهذا المعنى يعني التفكير لأجل إبراز الحقيقة كما هي، فلسفة موجودة. ولكن هذا التفكير هل يلزم أن يكون بنفس الطريقة التي يفكر به الفلاسفة؟ الفلاسفة ضلت عقولهم وهاموا، بلغ بهم والعياذ بالله التفكير إلى الإلحاد. منهم من كان لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويقول بأن الطبيعة هي الخالقة، هكذا كان جماعة من الفلاسفة حتى جاء سقراط. سقراط حاور أستاذه في هذه القضية، سأل أستاذه قال له: هل أعجبت بأحد من الكتاب أو الصناع، أحد من الأدباء أو الصناع أو المفكرين؟ قال له: نعم. قال له: بمن أعجبت؟ قال له: أعجبت بفلان. قال له: ماذا صنع فلان؟ قال: فلان صنع كذا، وفلان صنع كذا، وفلان صنع كذا. قال: طيب، هل أحرى بك أن تعجب بمن صنع الجسم الميت الذي لا حراك له ولا إرادة له ولا وعي فيه ولا إحساس منه، أو الأحرى بك أن تعجب بالذي صنع هذا الإنسان العاقل المدبر المفكر البصير؟ قال: لا، لو ثبت عندي أن الإنسان صنعه صانع لكان الأحرى بأن أعجب بهذا الذي صنع الإنسان. قال: وإذا أقمت عليك شاهد على أن الإنسان مصنوع مخلوق من نفس الإنسان؟ قال: هات هذا الشاهد، هات الدليل. قال: فكر في الإنسان، فكر في الاستعدادات الموجودة في الإنسان. الإنسان بحاجة إلى الغذاء، ولكن كيف أؤدى هذا الإنسان، أؤدى إعدادا لاستعمال هذا الغذاء واستهلاكه؟ جعل الله سبحانه وتعالى فيه معدة تطحن هذا الغذاء، وجعل الله سبحانه وتعالى لك إفرازات لإخراج الفاضل من هذا الغذاء عن حاجة الجسم، وجعل الله سبحانه وتعالى البقية وهي يعني الخلاصة التي يحتاج إليها الجسم تتطور من طور إلى آخر حتى تصلح هذا الجسم، وجعل الله سبحانه وتعالى وسيلة إيصال هذا الطعام إلى المعدة، الوسيلة الفم والأسنان والأضراس، جعل الله الأضراس الأمامية كالسكاكين التي تقطع اللحم، الأسنان جعلها كالسكاكين التي تقطع اللحم، ثم جعل الأضراس الخلفية كالرحل التي تطحنه، ثم بعد ذلك أوجد له منفذ حتى يصل إلى المعدة، وهكذا. ثم فكر في سمع الإنسان، يسمع من خلال هاتين الأذنين وهما على صغرهما لا تلتبس عليهما الأصوات ولا تمتلئان بكثرة ما تسمع من الأصوات، وفكر في الإنسان الذي يبصر بهاتين العينين، هما جارحتان صغيرتان ولكن هذه هاتان الجارحتان لا تلتبس عليهما المرئيات على اختلافها، ولا أيضا تكل عن إبصار المرئيات على اختلافها. هذا كله أما يكفيك دليلا على وجود الخالق للإنسان؟ فدخل الفلاسفة من ذلك التاريخ منعطفا جديدا، ولكنهم طبعا ما اهتدوا إلى الإيمان الصحيح، الإيمان بالحق
لأن العقل كما قلت لا يكفي وحده لأن يرشد الإنسان، لا يكفي العقل وحده لأن يهدي الإنسان إلى الحق، إنما الإنسان بحاجة إلى وحي الله. ولذلك كان تكليف الله تبارك وتعالى منوطا بالوحي بالرسالة، ولم يكن معلقا على وجود العقل فحسب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحكى الله تعالى عن أهل النار والعياذ بالله أنهم عندما يسألون يوم القيامة عن سبب تعذيبهم، أنهم كانوا يقولون: قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال. الآية التي قبل: وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا، قبل هذه الآيات، أعوذ بالله من شيء. وللذين كفروا بربهم والذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. هذا السؤال: ألم يأتكم نذير؟ يسألون كيف أنتم وصلتم إلى ما وصلتم إليه، ألم يأتكم نذير من الله؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فهكذا يعني الله تبارك وتعالى جعل التكليف معلقا على وحي الله. إنما العقل شرط من شروط التكليف، لأنه وسيلة من وسائل إيصال هداية الدين أو هداية الحق إلى العقل إلى 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 الإنسان. العقل وسيلة من هذه الوسائل، فلأجل ذلك كان شرطا من شروط التكليف. فغير العاقل غير مكلف، غير العاقل غير مكلف، أما العاقل فهو مكلف. العاقل لا بد من أن يؤدي الواجبات التي افترضها الله تعالى عليه، لأنه عقل أحكام الله تعالى. هنا أيضا العقل يوصل إلى بعض الأحكام، يوصل إلى بعض الحقائق، ولكنه لا يقتضي حكمه. يوصل العقل إلى معرفة الله، يوصل العقل إلى معرفة صفات الله، لأن الإنسان إذا فكر في هذا الكون وأمعن فيه النظر يرى أن هذا الكون صادر عن إرادة، صادر عن قدرة، صادر عن هيمنة، وأنه تدبره إرادة قاهرة مدبرة. فهذا لابد من أن يجعله يتساءل: إذن هذا الخالق الذي خلق هذا الكون أو هذا الموجد المنشر هذا الكون لابد من أن يكون عليما، لأن لو كان يفوته شيء من العلم لما أمكنه أن يسيطر على هذا الكون، بل لما أمكنه أن ينظم هذا الكون هذا التنظيم الدقيق ويجعله متناسقا بجميع أجزائه، متوحدا بحيث صار الكون بأسره وحدة متكاملة. يفكر أيضا هذا الإنسان بعقله أن هذا الخالق لابد من أن يكون قديما، لأنه لو كان محدثا لافتقر كغيره إلى محدث أحدثه. العقل يؤدي إلى، لكن الحكم إنما يأتي من قبل الشرع، فحاكم الشرع قضى بما جرى للعقل: يا ذا فاتركا عنك المراء، فإنه وإن يكن يستحسن أشياء وأسياء لها يستهجن، فذاك باعتبار ما للطبع ملائم لا باعتبار الشرع. العقول تتأثر بمؤثرات شتى، فلذلك ما يمكن أن يكون الاحتكام إليها. تربية لها أثر كبير، بيئة لها أثر كبير في عقل الإنسان. ولذلك نحن نجد ناس كثيرين يستحسنون أشياء، وناس آخرون يستقبحون تلك الأشياء التي يستحسنونها، بل حتى فرد وآخر، أخ وأخوه، تجد الأخ يستحسن شيء والآخر يستهجن ذلك الشيء الذي يستحسنه أخوه.
كثير من العادات أصبحت مستحسنة عند طائفة من الناس، ولكن عند طائفة أخرى هي مستهجنة. لأي شيء؟ لأن العقول تتأثر بمؤثرات مختلفة، وإنما الشرع الشريف هو الذي يوحد. أما بالنسبة إلى الفلسفة اليونانية، هناك طائفة من العلماء شددوا في قراءتها ومنعوها منعا، قالوا إن هذه الفلسفة لا تجوز دراستها لأنها تؤدي إلى الضلال. هناك طائفة أخرى قالوا لا، ولكن أيضا منهم من غلا واسترسل في قبول هذه الفلسفة، وأصبح يقيس القضايا الإيمانية بمقاييس الفلسفة اليونانية. ما سليم، القضايا الإيمانية ما تستمد من الفلسفة. نعم، يجوز للإنسان أن يتعلم الفلسفة إذا كان متمرسا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصيرا في أمر دينه، متمكنا في عقيدته، بحيث يرد الباطل بمثل منطقه. يخاطبه أحد بمنطق الباطل، يخاطبه بطريقة الفلسفة، يرد على ذلك الباطل بمثله. هكذا لم نعرف بعد ديننا على النحو الذي يجب أن نقول، ولكن ندرس الفلسفة وندخل في بعض المتاهات، فقل لي في هذا العلم. طيب، عليكم أن تسألوا، فإن شفاء أي سؤال. عليكم أن تسألوا، الشيء الذي يشكل عليكم اسألوا عنه. ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بمن نلت على العلم، قال بلسان سؤول وقلب أقول. الأخ السائل يقول بأن الآية الكريمة ذكرت، نعم، الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قدمت وتؤمنون بالله، قدمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله مقدم، فلا بد من أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر مؤمنا. إذا لم يكن الآمر بالمعروف النهي عن المنكر مؤمنا بالله سبحانه، فأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لا يجديان شيء. الجواب عن هذا بأن تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله تعالى لأمرين. أولهما أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر مشترك بين جميع الأمم، فكل أمة من الأمم بعث إليها نبي واتبعت ذلك النبي، إنما كانت تؤمن بالله سبحانه وتعالى. فما من أمة بعث إليها نبي وصدقت ذلك النبي إلا وكانت مؤمنة به، وإلا ما كان معنى لتصديقها لذلك النبي ما دامت ما مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصوصيات هذه الأمة، بحيث لا يعني ذلك أن الأولين ما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن من حيث إن هذه الأمة مطالب كل فرد من أفرادها بأن يكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. كل فرد من أفراد هذه الأمة مطالب بأن يكون آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ذلك لأن كل فرد من أفراد هذه الأمة مطالب بأن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه محدد في القرآن الكريم. قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب به كل واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل واحد مطالب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب ما يستطيع. ليس لأحد أن يتخلى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويبدأ الإنسان بنفسه، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، ثم يثني بعد ذلك بأقرب الأقربين إليه، يثني بأولاده وبأهله في بيته، يثني بأهل بيته، يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فلأجل ذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما السببان اللذان تميزت بهما هذه الأمة عن غيرها من الأمم، بحيث كان جميع وحدانها مطالبين بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وألا يتخلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا. أما السبب الثاني، فإن الإيمان قد رسخ في قلوب المؤمنين، وهم يعرفون أهمية الإيمان. الإيمان له أهمية كبرى، فالمؤمنون جميعا يدركون أن جميع الأعمال، سواء كانت أعمالا بدنية أو مالية، هذه الأعمال لا تعد شيئا إذا كانت النفس خالية من الإيمان. كل الأعمال التي يعملها الإنسان إنما ملاكها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبملائكته وبالقدر خيره وشره. فما داموا يدركون ذلك ولا يدركون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم مطالبون به، نبهوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل تأكيد الاهتمام بهما. ونحو هذا قول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، ثم قال: من بعد وصية يوصين بها أو دين، ثم قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ذكر الوصية قبل الدين، لأن الناس يهتمون بالدين، بقضاء الدين، وقد لا يهتمون بالوصية. فقدمت الوصية هنا في الذكر لأجل التأكيد على الاهتمام بها، حتى يهتم الناس بها ولا يتساهلوا فيها. فالفرائض لا تقسم، لا توزع بين الناس إلا من بعد أخذ حق الدائن، ومن بعد إنفاذ وصية الموصي، وصية الميت. بعد إنفاذ وصية الموصي يكون الحق للورثة في اقتسام التركة، أما قبل ذلك فليس لهم حق في التركة، لأن التركة مشغولة بدين الدائنين وبوصية الميت، وأصحاب الدين لهم الأولوية في دينهم، وكذلك الميت نفسه له الأولوية فيما أوصى به إذا لم تتجاوز الوصية القدر المشروع. طيب الظهر اكتفوا بهذه الأسئلة، والله تعالى نسأله التوفيق.